خلينا مشاهدينا نروح لفقرة تانية. في الفترة الأخيرة بقى في مجهود كبير بيتعمل في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وده انعكس بشكل مباشر على تقدم الجامعات المصرية في عدد كبير من التصنيفات الدولية. خلينا نتابع ونشوف. قطاع التعليم العالي نجح في تحقيق قفزات نوعية في ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف سميغو الإسباني من 23 جامعة في 2014 إلى 35 جامعة مصرية حتى عام 2021، وارتفع عدد الجامعات المدرجة في تصنيف يو اس نيوز حيث كانت 14 جامعة في عام 2020 وأصبحت 16 جامعة في عام 2021. وتم إدراج 17 جامعة مصرية ضمن أعلى 500 جامعة في 17 تخصصاً من إجمالي 54 تخصصاً في تصنيف شنغهاي للتخصصات، بالإضافة إلى إدراج 5 جامعات مصرية في هذا التصنيف ضمن أعلى 83 من قائمة جامعات العالم. وحصلت جامعة القاهرة على جائزة أفضل جامعة في تصنيف UI Green Metric العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة، وقد حققت جامعة القاهرة المركز الثالث إفريقياً و242 عالمياً على الرغم من مشاركتها الأولى في هذا التصنيف في عام 2021. ويعد تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على معايير أساسية مثل الموقع والبنية التحتية والمساحات الخضراء والتعليم والبحث العلمي والطاقة وإدارة المياه وإدارة النفايات والنقل.